لانه الان هذا اللي بحاول اوكد اياك الموظف شوف بعدين احنا نوزع اسهم ونوزع ايوه هذا الهدف هذا مو عندي مشكله انا عندي انا غير الكلام هذا قلت لك وش ليش درسه ايش هدفك عليه محمد عامر لان نحن في التمرين لبناء مصفوفات مصفوفات اطار المنطقه كنت لاحظت الزملاء الان في حاله نقاش ونقاش بدا يسخن من الزملاء بسبب نحن الان في تصميم حقيبه تدريبيه وبالتالي الان عمليه عصف ذهني بين المجموعه اثنين اللي ورقم الاستوراضي ثلاثة خلاص طبعاً في البيئة هل بالإجراءات غير الأمر مناسب مع الإجراءات وغير الإعلامات شيء عندك كم؟ لا أنا